يعتبر فصل الصيف من المواسم التي تكثر فيها حالات الإصابة بالتسمم الغذائي، لا سيما في حالة عدم الالتزام بقواعد التخزين الصحيحة للأطعمة الأكثر عرضة للتسمم كاللحوم والأسماك والدواجن والبيض وغيرها. فالجو الحار يؤدي إلى تهيئة بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا المسببة للتسمم، والأطفال وكبار السن وكذلك الحوامل هم الأكثر عرضة من غيرهم للتعرض له. التفاصيل في التقرير التالي. مع حلول الصيف لن يكون ارتفاع درجات الحرارة وحده ما يزعج الناس في هذا الفصل من السنة، ذلك أن الخطر الأكبر هو تكاثر بعض أنواع البكتيريا الموجودة في الطعام التي يمكن أن تتسبب بحالات تسمم غذائي. من أكثر الأمراض الميكروبية انتشاراً هو داء السلمونيلا الذي يسبب حمى وصداعاً وغثيانا، وينقل عن طريق تناول البيض واللحوم واللبن. وهناك داء العطائف الذي يحدث التهابات مفصلية واضطرابات عصبية في الحالات القصوى، عادة ما ينتقل إلى الإنسان جراء استهلاك أغذية مثل الألبان والدواجن. أما إيكولاي فهي أكثر البكتيريا المنقولة عن طريق الأغذية، وتسبب عسرا في الهضم ونزيفا معويا، وتنتقل عن طريق تناول الخضار الملوثة واللحوم. الأطفال والمسنون هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم، وخطر تلك الأمراض شديد على الحوامل، فهن معرضات لولادة مبكرة وللإجهاض أو حتى تشوه الجنين في حال إصابتهم بالبكتيريا. الوقاية تكمن في النظافة، ولا سيما أثناء تحضير الطعام، فيجب التأكد دائماً من نظافة المطبخ، كما يجب غسل الطعام جيداً قبل تحضيره، وطهي الطعام على درجة حرارة كافية لقتل البكتيريا، ووضعه في الثلاجة بعد أقل من ساعتين على تحضيره. آسيا صفي الدين، العربية. وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من الرياض استشاري طب العائلة الدكتور زياد الريس. صباح الخير دكتور زياد، شفنا في التقرير أنواع مختلفة من الأشياء اللي ممكن تسبب لنا تسمم، هل في تسمم أخطر من تسمم؟ السلام عليكم، صباح الخير يا أخت سارة، وصباح الخير لأخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات. طبعا هنالك أنواع مختلفة من التسمم، هناك التسمم البكتيري وهناك التسمم الفيروسي. بالنسبة للتسمم الفيروسي هو النوع الأسهل والأكثر انتشارا لدى الأطفال خصوصا، فهذا النوع من النزلات المعوية يحتاج إلى وقت معين وبإثره ينتهي، بينما النزلات البكتيرية تعد أكثر خطورة نوعا ما وممكن تؤدي إلى الدخول إلى المستشفى. أيوة. طب باعتبار إذن هناك نوعان من التسمم دكتور زياد، إذن على أي أساس يتشكل هذا التسمم؟ طبيعة الغذاء ولا طبيعة فساد هذا الطعام اللي عم ناكله يعني؟ شكرا أخوي محمد على هذا السؤال. طبعا هالبكتيريا هذه موجودة في البيئة المحيطة لنا، فمن المهم أو من المهم جدا التأكد أن البيئة تكون نظيفة جدا حيث أنها ما تنتشر من منطقة إلى أخرى. إضافة إلى ذلك، بعض الناس يفضل تناول غذاء في المطاعم، فالذين يعملون في المطاعم لابد من أن يكون نسبة النظافة لديهم جدا عالية، وتغسيل اليدين يكون بشكل دائم لعدم انتقال العدوى. أيوة. طيب، وحصل أنه الشخص مثلا تناول شيء وكان زي ما انت قلت يعني في فيروس وصار انه تعبان، ايش الواحد يسوي علشان ما يتعب اكثر في هذه الحاله؟ في هذه الحاله يتجنب الانسان الاكل المليء بالدسوم، فيتجنب الاشياء المليئه بالدسوم مثل اللحوم والاكل المطهي بالدهن
والمقليات، ويركز على اللي يسمونه بالانجليزي البراد دايت، الخبز والرز والموز والاكثار من السوائل. بالنسبه للسوائل هنالك نقطه جدا مهمه، اذا الواحد اخذ كميه كبيره من السوائل في فتره قصيره هذا يؤدي الى الغثيان واحتمال كبير التقيؤ. فلا بد من اخذ كميات قليله على فترات متقاربه باجل تجنب الاحساس بالغثيان. طيب عندما يعني يحدث هذا التسمم، يعني إضافة إلى الغثيان الذي تحدثت عنه، ممكن يكون في أي إشارات أعراض بسيطة لأنه الشخص أصيب بتسمم معين؟ أحسنت. هنالك طبعا زي ما قلتوا أنتم من ناحية البكتيريا، هنالك في سم موجود في الغذاء نفسه، وتبدأ الأعراض حقته خلال فترة 3 إلى 8 ساعات من أخذ الوجبة الغذائية. فهذا يسمى تسمم الستاف أوريوس، اللي هو البكتيريا ستاف أوريوس. هالنوع من التسمم نوعا ما حميد جدا، ويستغرق عادة 72 ساعة وينتهي. وبالنسبة للتسممات الأخرى ممكن تكون فترة الانكوبيشن بيريد أو كمون المرض تكون فترتها إلى 72 ساعة من الدواء، من أخذ الوجبة الغذائية. فهنالك فرق ما بين هذول الاثنين. بالنسبة للي خلال 3 إلى 8 ساعات هذا جدا ينتهي بسرعة، وبإذن الله ما يكون فيه أي آثار جانبية، بينما الآخر ممكن يستمر مدة أيام إلى أسابيع، إلى كحد أقصى أسبوعين. أيوة. طب دكتور زياد، متى الواحد لازم يحس بالخطر ويراجع الطبيب، مو يقول أنه لا أنا شوية تعبان وحتعدي؟ أحسنتي. في بداية التقرير أنا لاحظت أنكم قلتوا أن الأطفال هم الأكثر عرضة وكبار السن للتسمم الغذائي. فالأطفال وكبار السن فهذول يفقدون السوائل بنسبة عالية، خصوصا مع التقيؤ، والله يكونكم مشاهدين الإسهال. فلا بد من تعويض السوائل خلال هالفترة. فإذا بدأت الأم أو الوالد يلاحظون أن ابنهم غير نشط في التفاعل في البيئة المحيطة، عيونه شوية غايرة لجوه، نقص وزنه بشكل جدا كبير، هذا يضطر إلى مراجعة الطبيب. إضافة إلى ذلك ابتداء السخونة أو الحرارة، وخصوصا إذا استمرت مدة 5 أيام أو أكثر، أو وجود الله يكرمكم دم في البراز. هذه الأعراض عادة تنم عن التهاب بكتيري أو التهاب فيروسي حاد، يستلزم تعويض السوائل واحتمال استخدام المضادات الحيوية لعلاج المرض. طب نعم. دكتور بالدقيقة ونص اللي بقيت، بعرفش قديش مدى صحة الشيء اللي يتخيله الشخص، انه اذا اصيب بتسمم، نفترض عم ياكل صحن لحم مشاوي واصيب بتسمم، تجد انه لمدة شهر تقريبا بتصير نفسه مسدودة عن اكل اللحم تقريبا هيك، الى ان يمضي وقت طويل. صحيح، هذه ردة فعل طبيعية بسبب التعرض لأعراض جدا سيئة، والمريض أو المصاب بالتسمم ما كان يبغى يحس بهالأعراض مرة أخرى، فيحاول يتجنب أي شيء يؤدي إلى ذلك. ومثال ذلك المشابه اللي هو الذي يتعرض إلى حادث سيارة، يحاول يتجنب السيارة فترة طويلة من الزمان لأنه بيشعر بنفس الشعور اللي حصل له في حادث السيارة. أيوة. طيب دكتور ممكن تعطينا بس نصائح سريعة عشان الواحد يتجنب هذا النوع من التسمم في الصيف؟ أحسنتي. بالنسبة للنصائح العامة، في الصيف يكثر السفر، فالسفر إلى المناطق النامية فيها نوع من أنواع البكتيريا، فأدعو إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات إلى مراجعة عيادات السفر، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء الموجود في هذا المنطقة وعدم انتشار أنواع معينة من البكتيريا، ولوجود
تطعيمات معينة ضد التسممات الغذائية ممكن أخذها قبل السفر بأسبوعين كحد أدنى يفضل مراجعتها. إضافة إلى ذلك أخذ المياه من مصادرها الصحيحة المعقمة في حال السفر. أيوة. في حال أن الإنسان في 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 بلده وفي بين أهله يتجه إلى مصادر الغذاء المطهوة بطهي جدا كويس وإلى المطاعم المعروفة والمشهورة في المناطق التي لا يكون بها تكون معدلات النظافة فيها جدا عالية. إضافة إلى ذلك بالنسبة إلى غسل الفواكه والخضار بالمياه الجارية وليس وضعها في حوض من الماء الساكن من أجل الغسيل، فهذا لا يمحي البكتيريا بشكل جدا كبير، فهذا جدا هذه نقطة جدا مهمة، غسلها بالمياه الجارية وتخزين الغذاء في أماكن باردة، لأن مجرد ما أخذته من الثلاجة ووضعته على الطاولة هذا ممكن يؤدي إلى تكاثر البكتيريا، وإذا رجعته إلى الثلاجة ما هذا لا يقتل البكتيريا. فهالنقطة هذه جدا مهمة في تخزين الغذاء جدا جدا مهمة. وأنت أحسنت أيضا دكتور بهذه المعلومات والنصائح. دكتور زياد الريس استشاري طب العائلة، شكرا لوجودك معنا في صباح العربية.